هاتولي المعفن اللي تحت. دلوقتي اروح امك. ها هتنطق ولا الدود كان لسانك؟ اشتغل عندك خدمته العمر بس ما ترجعليش تاني قدامي. انا ما اقبلكش خدام عندي يا زباله يا جزمه. والنبي انت ست الناس دي كلها. والله والله العظيم انت ست الناس. واشتغل اللي انت عايزاه. انا واستاهل ضرب الجزمه اللي انا اعملها باي حاجه عشان تستريح. اوعى عشان تستريح. اشتغل اضرب الجزمه انت العيون. اوعى عشان تستريح. يا حيوان يا حيوان انا عندي صداع. خد الزباله ده بره. يلا يا كلب ارفع داهيه. هاتولي الكلبه الثانيه. تعرفوا كلكم اخرتها ايه؟ ما كانش حد عمل كل اللي عمله ده. الو، ايوه يا سلمى. هو معاه من ساعه. انا كنت عايزه اقعد لغايه ما يخلصوا الاجتماع اللي بينهم، بس خفت يشوفني يعرفني. اطلع يا اسطى. طيب انا معاكي على تليفونات. ماشي ماشي، باي. انا قابلت ناس كتير قوي في حياتي، بس قليلين قوي اللي لقيتهم مؤمنين بنفسهم وبقدرتهم على الوصول لهدفهم. انت مش انسانة عادية يا ليلى، انت ممكن تبقي احسن من كده 100 مرة. وانت على فكرة كده عرفت تخططي لحياتك، ودي اهم حاجة في الدنيا. بنجور حبيبي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه يا مراد؟ لا كده كتير كده كتير بصراحة. ليه كده؟ شكلك لسه زعلانة من كلام منى. انا فعلا زعلانة من كلام منى.
انا هحاسبها على كل كلمه قالتها. ما تفرقش تحاسبها ولا ما تحاسبهاش، دي حاجه تخصك، لان الواضح ان في حسابات في دماغك انت لوحدك وانت الوحيد اللي عارفها. هو انت فعلا مستني لما اجيب الواد وبعد كده ترميني في الشارع؟ لا طبعا مش حقيقي الكلام ده ليلى. انا اتغيرت، انا قررت ابتدي معاكي صفحه جديده، عشان كده عايزك تسمعي كلامي وتطوعيني. وجودك في الحاره ده مش مريحني خالص. انت دلوقتي حامل ومحتاجه تعيشي في مكان مريح، وانا هوفر لك المكان ده. هشتري لك شقه في احسن حته في مصر، واجيب لك دكتور خاص وممرضه يتابعوا حالتك. انا نفسي ولي العهد يطلع جامد وجديد زي ابوه. بالمناسبه انا لغيت كل مواعيدي عشان نسهر مع بعض النهارده، ايه رايك؟ معلش ممكن ناجلها ليوم تاني، انا ابويا تعبان قوي لازم اقعد جنبه النهارده. حقك عليا. لا مفيش حاجه طبعا، براحتك. انا لا يمكن هغصبك على حاجه ابدا، انا كنت بس عايز اثبت لك اني اتغيرت فعلا. وبعدين هو مقتنع بكل كلمه انا قلتها له، انا مش عايزك تقلق خالص، يمضي الشيكات وبعد كده خلاص. شكرا. مش عارف يا هيبة، انا قلقان جدا مش مطمن المره دي. قلقان برضو؟ وانت دايما متشائم كده؟ تعرف بقى تسيبني اكل عشان انا ميت من الجوع. مش إيهاب بيه برضو ولا؟ أي حركة هتعملها والناس هنا كلها هتعرف أنت مين وعملت إيه. وأنت ما تعرفش بقى الستات لما بيحبوا يفضحوا واحد ممكن يعملوا فيه إيه؟ آه يا حبيبي، والناس هنا في مصر عايزة تخدم زي الهم على القلب. اي واحد ما هيصدق يبان قد ايه هو شهم وراجل، ومليون واحد هيخدم. الا قولي انت كنت بتعمل ايه بقى في شركه وسيم، وايه خطتك الجديده، وايه المطلوب مني يا مدام هلا؟ يعني انت شايف ايه بعد كل اللي انا حكيته ده؟ انت لسه ما قلتيش حاجه. انت موافق على ابوك عمله فيا؟ بصي يعني هو مفيش حد في العالم كله يسمع الكلام ده ويوافق، بس طالما حضرتك وافقتي فانت تحملي بقى. اصل انا كنت جايه فاكره يعني ان انت هتقف جنبي وكده. اقف جنبك ضد مين؟ وفي ايه؟ والدي عرض عليك الجواز وانت وافقتي. كون ان هو طلقك دي حاجه ترجع لك انت وهو. بس يا مدام هاله، انا لو حسيت ان والدي ضحك عليك او خدعك كنت وقفت جنبك. بس أنا حاسس إنه حضرتك نيتك مش قوي يعني، مش سليمة. في حاجة عايز أقولها لك بس مكسوف، بس هقولها. أنت حضرتك يا هانم اتعرض عليك تبيعي نفسك ووافقتي وقبضتي التمن، فما تلوميش إلا نفسك وبس. عايز اعمل معاك اتفاق. اولا لازم تخرجني من المصيبه اللي انت حطيتني فيها دي. ثانيا ايه علاقتك بشركه وسيم؟ وايه اللي بينكم؟ وعايز اعرف كل معلومه عندك عن الشركه. من الواضح ان انتم مش واخدين بالكم من الموضوع. هو انتوا فاكرين ان انا هخاف منك انتوا؟ انا ابيض، انا ولا خدت فلوس ولا ماضي على شيكات، والشركه انا اتنزلتلك فيها عن كل حاجه. يعني انا كده زي ما بيقولوا زي البفتة البيضة. اه بس خلي بالك برضو انت دلوقتي بتبتدي صفقه جديده، صاحبها اللي فات باين انت عملت ايه، مش هسيبك. هقدر ساعتها اثبت انك نصاب، مش مهم بقى تشيل الليله كلها ولا لا، ساعتها كل اللي هيقولوه ان انا اشوفك متكلبش يا صديقي. من كلامكم كده باين عليكم في حاجه ناويين تعملوها، او في حاجه بينكم وبين شركه وسيم. فقولوا بقى اللي عندكم
نتفق. قول لي بقى ناوي تنصب عليه في ايه بالظبط؟ انا ما بنصبش يا حبيبتي، انا بنفذ اللي في دماغي اللي قدامي. انت مثلا كان كل اللي همك انك تتجوزي واحد غني، وانا حققت لك ده. طب يا اخ يا مفتاح السعاده والهنا، يعني ما تقول لنا وسيم كان عايز منك ايه؟ شركه وعندها مشاكل ماليه كبيره، وجايبني انا بقى علشان احل لهم المشاكل الماليه. وانت بقى تحل لهم المشاكل الماليه دي ازاي؟ مش لما اعرف الاول انت عايز تعمل ايه وعايز تعمل ايه. كويس انك جيتي. خير؟ يلا عشان هنسافر. نسافر؟ نسافر فين؟